في هذه القاعة على مدى 3 أيام اجتمع أكثر من 200 شاب من محافظة عدن لمناقشة مختلف القضايا الراهنة. إنه المؤتمر الشبابي الأول جرت وقائعه وأعماله في أمسيات رمضانية وفي ظل أزمات لم تتعافى منها البلد حتى الآن. هناك تفاعل كبير ونشاط كبير فيهم، حيث يتم مناقشة المشاكل التي تواجه المبدعين في محافظة عدن، بالإضافة إلى إيجاد وخروج بتوصيات لهذه المشاكل. المؤتمر أقيم برعاية حكومية وشارك فيه مدربون من مختلف المجالات، وتقسم المشاركون في 4 فرق حسب أهم 4 قضايا، منها الاقتصادية والثقافية والبناء العشوائي، وكذلك المحور الإبداعي الذي عبر في حفل الختام عن معاناته بطريقته الفنية. التوصيات هذه إن شاء الله حنعرضها على صناع القرار، وإن شاء الله يكون مؤتمر ناجح نخرج منه بتوصيات مهمة تطبق على أرض الله. التوصيات التي خرج بها المؤتمر تجسدت بأوراق يؤمل أن تصل إلى رأس الحكومة، علها تستفيد من رؤية تأتي من زاوية مختلفة ومن فئة هي الأقرب إلى نبض الشارع وهمومه المعاشة. 3 أيام من وقائع المؤتمر الشبابي الأول في عدن، قدمت في ختامه توصيات ومقترحات لمختلف المشكلات والتحديات في البلد. عسى أن تستمع الحكومة التي رعت هذا الحفل لصوت الشباب. آدم الحسامي، قناة الرئيس، عدن.